السلام عليكم. في زمن سقوط الحدود الجغرافية أمام إشارات البث الفضائي والإنترنت وهيمنة القوى مادياً هيمنة القوي مادياً وعلمياً على تفسير الكون والحياة ومن ثم توليد الأفكار، في زمن مثل هذا يزدهر الحديث عن وسائل المنافسة الباعثة على الحركة والعمل وتعميق الوعي بين الشعوب. الإعلام العربي اليوم يواجه تحدياً حقيقياً مع ذاته ابتداءً، وهو أن يكون إعلاماً حرفياً ومهنياً وموضوعياً وذا صدقية. وحتى يكون كذلك يرى خبراء إعلاميون أنه لا بد أن يؤدي وظائفه التي من أجلها وجد الإعلام ابتداءً. ولكن ما وظيفة الإعلام؟ هل هي الترفيه أولاً وقبل أي شيء آخر كما يقول كثير من أساتذة كليات الإعلام العرب لتلاميذهم؟ أم أن في سياق تدافع الأفكار وأحياناً تصادمها صار الإعلام أكثر نضجاً إزاء أدوار يمكن أن يقوم بها في هذا السياق؟ هذه الحلقة من حديث العرب تحاول الإجابة عن هذه الأسئلة، وتحديداً في حالة الإعلام العربي التي نتطرق إلى الوظيفة المنوط بها والمنطق الذي يستند إليه في وضع أولوياته، وكذلك سبب غياب استراتيجية إعلامية أو ميثاق إعلامي عربي مشترك، قبل أن نتطرق إلى الموانع التي تحول دون أداء الإعلام العربي وظائف أساسية متعلقة بتعميق وعي الإنسان العربي بشأن قضايا وأحداث ملحة في واقعنا المعاصر. التفاصيل بعد التقرير. لا شك في أن للإعلام دوراً حيوياً في المجتمع، من حيث نقل المعلومات ونشر الوعي المجتمعي بالقضايا الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والبيئية، تدعيماً وتعزيزاً للمشاركة المدنية والإسهام في تشكيل آراء الناس واتجاهاتهم الفكرية والسياسية، بما يؤثر في القضايا العامة والقرارات السياسية والاجتماعية. إلا أن هذه الوظيفة المجتمعية للإعلام تواجهها تحديات عديدة، فكثير من العاملين في الصحافة والإعلام يشكون من عقبات ومعوقات تزرعها الأنظمة السياسية في طريقهم، لا سيما في المنطقة العربية، الأمر الذي ربما يمنع الصحافة والإعلام من القيام بدورهما الرقابي والتوعوي. كما أن مواقع التواصل الاجتماعي ووسائط الاتصال الحديثة باتت تمثل هي الأخرى تحدياً بالغ الأهمية بالنسبة للإعلاميين والصحفيين بحسب كثير من المتخصصين، إذ تستخدم هذه المواقع كأداة فائقة السرعة لنشر الأخبار والمعلومات، ما قد يمثل تهديداً لقدرة الصحف ووسائل الإعلام على القيام بدورهما في ذلك. وبالنظر إلى واقع ما يواجه الإعلام من تحديات لا سيما في المنطقة العربية، فإن على الإعلاميين والصحفيين والمتخصصين في الحقل الصحفي والإعلامي السعي نحو إيجاد سبل للتعامل مع ذلك، سبل لا تبدأ فقط بالمواكبة المهنية للتطور التقني العالمي ولا سيما في مجال الذكاء الاصطناعي، ولا تنتهي بالنضال من أجل توسيع هامش الحرية المطلوبة للعمل الصحفي والإعلامي. للحديث عن موضوع الحلقة معنا في الاستوديو الأستاذ خالد الشريف، الكاتب الصحفي والمستشار الإعلامي، على أن ينضم إلينا لاحقا من بيروت الأستاذ الدكتور يقظان التقي، الأستاذ الجامعي في العلوم في الإعلام والعلوم السياسية. أهلا بك أستاذ خالد. ابتداء نحتاج إلى مدخل تأسيسي إلى هذه الحلقة، وذلك من خلال معرفة مفهوم الإعلام، ماهية الإعلام، ما الإعلام ابتداء؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أحييك بداية وأحيي السادة المشاهدين. الإعلام هو أصبح بداية جزء من حياة الناس كالماء والهواء بالنسبة للإنسان، ويطلق هذا المصطلح الإعلام على أي وسيلة إعلامية أو صحفية أو موقع أو مؤسسة تنشر الأخبار والثقافات أو ترفه الناس، لأن الإعلام الآن مهامه متعددة،
نقل أخبار و... قبل الحديث عن المهام، لكن أستاذ خالد قلت بأنه أي مؤسسة أو جهة أو هيئة، هل بالضرورة أن يكون الإعلام مرتبطا بمؤسسة بجهة، أم أن ممكن صانع محتوى شخص بذاته يمكن أن يمثل ظاهرة إعلامية؟ الآن تطور الموضوع، أصبح الإعلام الجديد من سوشيال ميديا ويوتيوب وصفحات وسائل التواصل الاجتماعي، أصبح كل مواطن إعلامي الآن. لكن فرق كبير بين الإعلامي، أنا أتصور أن الإعلامي المهني والقائم على دراسة وعلى تخصص هو الذي ينجز، حتى في يتضح ذلك في الكوارث التي تقع بالأمة مثل كورونا مثلا. من أين تستقي معلوماتك في هذه الكارثة مثلا؟ هل تستقيها من مصادر غير طبية ولا غير متخصصة؟ وهناك دراسة يعني متخصصة جرت في بريطانيا أظن في كارثة كورونا، أما الناس انصرفوا عن مواقع التواصل الاجتماعي في استقاء معلوماتهم عن هذا المرض وعن نسبتهم، ولجأوا إلى المواقع المتخصصة زي البي بي سي ووكالات الأنباء ورويترز والصحف المعتمدة والمصادر والوكالات. لأن من سلبيات أيضا مواقع التواصل الاجتماعي هو انتشار عدم التخصص والشائعات وعدم وجود المعلومات الدقيقة، فالمعلومات الدقيقة تكون عند المصادر المعتمدة المهنية، وهذا الأمر يجب أن يعيه الناس. فالوسيلة الإعلامية التي يعترف بها إعلامية تكون موثقة بالمختصين وتعتمد المواثيق المهنية والضوابط المهنية في الخبر وتصديره للناس، هذه كمصادر للمعلومة. لكن إذا أردنا أن ننتقل إلى مساحة أخرى من الحديث عن هذا الموضوع، وهنا يسعدني أن أرحب بالدكتور يقظان التقي الذي انضم إلينا من بيروت عبر سكايب، وهو أستاذ الإعلام والعلوم السياسية. مرحبا بك دكتور يقظان. هل ثمة وظيفة محددة يمكن القول إن الإعلام يقوم بها أو ينبغي أن يقوم بها ابتداء؟ مساء الخير وتحياتي لك أستاذنا ولضيفك الكريم. الإعلام مادة من طبيعة لينة، وظيفة مفتوحة. طوال الفترات الماضية كان التركيز على نشر المعلومة، سواء عبر الإعلام التقليدي نتكلم عن الصحافة المكتوبة الإذاعة والتلفزيون، أو عبر جديد الإعلام أو الميديا الجديدة مع دخول شبكات التواصل الاجتماعي كمؤسسات إعلامية، ولا سيما بعد أزمة كورونا الأخيرة. الأمور اليوم تعقدت بعض الشيء، لم تعد فقط عملية الارتكاز على نشر المعلومة، وإنما أيضا على السرعة في نشر هذه المعلومة وفي تداولها. إذا منهجيا البحث في الإعلام في الوظيفة صعب الحسم، تحديدا في هذه الظروف مع الثورة الاتصالية الرابعة، حتى ونحن نقدم هذه الإحاطة عن الإعلام والإعلام والاتصال السريع على نحو لا نعرفه غدا أو بعد غد. لذلك تصور وظيفة وسائل الإعلام غير منفصلة غير منعزلة منهجيا عن النظريات السائدة في الحقل الإعلامي. لذلك يحتاج البحث عن هذه الوظيفة إلى وضع الإعلام منهجيا ضمن سياقات لتثبيت الواقع. نحن أمام عالم من الحقائق السيالة من تدفق المعلومات، بحاجة إلى تفكيك هذه السياقات سواء كانت سياسية اجتماعية اقتصادية أو ثقافية، والانتقال من المراحل الثابتة التي عرفناها مع الإعلام الإيديولوجي حتى نهاية الحرب الباردة، إلى المراحل التفكيكية والتحليلية الصعبة اليوم مع داتا المعلومات المتدفقة. لذلك السؤال اليوم عن وظيفة الإعلام هو سؤال مفتوح، لأنه كل منتوج هو منتوج إعلامي، السياسة منتوج إعلامي، السينما، مسرح، الرواية، الأدب. إذا الوتائر المحتملة معقدة مركبة بثلاثيتها، بمضمونة، بتقنيات
دكتور يحضان لو أذنت لي أن أتداخل الحديث عن معك. وظيفة محددة. نعم لو أذنت لي أن أتداخل تفضل. معك، هذا عفوا، هذا التعقيد الذي تتحدث عنه دأب أساتذة الإعلام في الجامعات، كليات الإعلام والصحافة في الجامعات العربية على أن يتجاوزوه بعبارة واحدة بالقول لتلاميذهم في خاصة في السنة الأولى من الجامعة بأن وظيفة الإعلام الأساسية، وظيفة الإعلام الكبرى، هي الترفيه قبل أي شيء آخر. إلى أي مدى تتفق مع هذا الطرح التقليدي أو الكلاسيكي إذا صح التعبير؟ وفي حالة العرب إلى أي مدى يمكن أن يكون هذا ناجعا وعمليا، هذا التوصيف لوظيفة الإعلام؟ لا، الإعلام معطى مفتوح، ليس معطى نهائيا لنضعه في هذه الخانة الترفيهية أو تلك. هو تلمس لمرحلة معينة، محاولة فهمها حاليا ومستقبليا. نحن وسط ميادين عالمية متطورة جدا. الإعلام صحيح هو وسيلة بالنهاية لمن يستخدمها، ليس هدفا، لا ترويجيا ولا تسويقيا ولا ترفيهيا. الإشكالية أن النظريات مفتوحة، أصبحت مفتوحة، كل النظريات التي ندرسها في الإعلام، نظريات الاعتماد على وسائل الإعلام، التأثير المباشر غير المباشر، النظريات القانونية المعرفية، كلها نظريات مفتوحة اليوم في عمل الإعلام وفي وظيفة الإعلام، خاصة مع التحولات والمتغيرات العديدة. لكن بالأساس وظيفة الإعلام في جوهرها، الصحافة هي ثقافة، والثقافة بجوهرها هي سياسة. الإعلام منذ نشأته مع أدمون بورك بال1800 وظيفته هي وظيفة سياسية، السياسة بمعناها الخير العام، المنفعة العام. وليس هناك من وظيفة للإعلام إلا البحث عن حلول ومشاكل تخدم الناس. إذا كان جوهر الإعلام الصحافة وجوهرها الثقافة، بما تفسر شيوع عبارة وجوهرها أيضا نعم السياسة، سياسة الشأن نعم العام. لكن معذرة، بما تفسر شيوع عبارة أنه الإعلام entertainment، يعني بالإنجليزي أو بالعربي الترفيه والتسلية، بما تفسر شيوع هذه العبارة بشيء من الاختصار من فضلك على ألسنة أساتذة الجامعات الإعلام في العالم العربي؟ لا أدري، ولكن الإعلام اليوم هو أقوى المؤسسات الإعلامية، يعني السلطة الإعلامية اليوم. نعم، يبدو أن هناك خلل فني. طب أعود إليك الأستاذ خالد، في الحالة العربية حيث يسود المجتمعات العربية انقسام على أساس طائفي أو قبلي أو عرقي وأحيانا طبقي، بهذه الحالة بما يتولد عن ذلك من فوضى، كيف ينظر لدور الإعلام في الحالة العربية وسط هذه الخصوصية الشديدة؟ قبل أن أتحدث عن دور الإعلام في الحالة العربية، لي تعقيب فقط على مهام الإعلام أو وظائف الإعلام المتعددة. نعم. هو وظائف متعددة، ولكن الأصل فيه الترفيه، والترفيه لا يعني أن يجلس الإنسان على أريكته ويترفه مسلسلات وفوازير، وإنما الترفيه في نقل المعلومة، سرعة نقل المعلومة والاستفادة من مناطق الحياة. أسلوب الترفيه تقصد؟ الأسلوب الترفيهي الأسلوب الترفيه في نقل المعلومة. أنا أحتاج كل ما يحتاجه الإنسان من الإعلام يجده في الإعلام، أسعار البورصة، درجات الطقس اليومية، المعلومات السلسة. لكن الإعلام اتسعت مفهومه ووظائفه حتى صار أنه أداة للحرب والسلام، حتى أن الولايات المتحدة الأمريكية حينما غزت العراق الشقيق كان في كل كتيبة إعلامي ووكالة أنباء، ويتصدر المشهد العسكري إعلاميين لنقل أجواء الحرب وشحن الناس وتشكيل العقول وتشكيل الوعي. الدول الكبرى الآن تشكل وعي الجماهير طبقا لسياساتها، فهذا نوع من السلاح. ولذلك نحن نقول للبلاد العربية، بلادنا العربية وأوطاننا، بد من امتلاك باور إعلامي لمواجهة الثقافة الغربية لتشكيل هوية الناس. نحن في بلادنا العربية نحتاج إلى الحفاظ على الهوية العربية. الآن العالم يعني يموج بأفكار إلحادية، كيف نحصن أولادنا ونحن في عالم مفتوح من هذه الأفكار؟ يبقى لابد من وجود تربية إعلامية لأطفالنا، تربية إعلامية لشبابنا. أيضا لابد أن يكون هناك حائط صد
ضد العدوان على المقدسات. هذا أستاذ خالد ربما يكون مرتبطا بالموانع التي تحول دون قيام الإعلام العربي بأداء وظيفته، وهذا ربما نبحثه في المحور الأخير من هذه الحلقة. لكن لو أذنت لي أن أعود مرة أخرى يعني معذرة إلى بيروت لأسأل الدكتور، في ظل أزمات متراكمة في العالم العربي وما ينتج عنها من فوضى ومن ضعف في الوعي العام لدى شريحة لا بأس بها من المتلقي العربي، أنا حائر في أن أسألك سؤال متفرع إلى شعبين: ما مسؤولية الإعلام عن ضعف الوعي العام في الوطن العربي ابتداء، أو أن أسألك أي دور يؤديه الإعلام العربي في تجاوز هذا الواقع المتأزم؟ قبل الإجابة وجب التوضيح، يعني نحن عم نتحدث عن الإعلام، وإذا أردنا الإيجاز التوصيفي نحن في دائرة فيها ثلاث عناصر، المثلث الأساسي فيها السياسة الاجتماع والاقتصاد. إذا الإعلام هو السلطة الرابعة وهو خارج النسق، خارج هذه الدائرة، خارج هذا المثلث. إذا هو ما يسميه الفرنسيون الإلكترون ليبرال الذي يتفرق في كل الاتجاهات، ليس هو جزء من النسق السياسي، ليس هو جزء من النسق الاقتصادي، وليس هو جزء من النسق الاجتماعي، ولكن عمليا مع التحولات الأخيرة دخل الإعلام كجزء من النسق الاقتصادي. السيطرة الاقتصادية، نتحدث عن شركات الإنترنت الخمسة الجافا برأس مال حوالي 10 تريليون دولار. كل شركات المالية اليوم العالمية هي شركات إنترنت تتدخل في الانتخابات، تعرف من هو رئيس الجمهورية الأمريكية من خلال بورصة داو جونز. ثم الإعلام عامل مساعد في التحولات الدولية. إذن مسألة الإعلام كوظيفة ترفيه مفهوم كلاسيكي ذهبت به التحولات. اليوم الإعلام نفسه يؤكد على مسؤوليته كفاعل غير دوره التقليدي كترفيه أو حتى كمراقب. دخل الإعلام في الحالة العربية في الحالة العربية، يعني السؤال الذي سألتك إياه، يعني الإعلام العربي هل إلى أي مدى هو مسؤول عن ضعف الوعي العام، أو أنه إلى أي مدى يمكن أن يسهم في تجاوز الواقع المتأزم عربيا؟ ألم يلعب الإعلام دور ما في الحركات الاحتجاجية العربية وفي الثورات العربية؟ ألم ترتكز حركة الميادين والشوارع والاحتجاجات بدءا من تونس إلى مصر إلى سوريا إلى اليمن على وسائل الإعلام وعلى شبكات التواصل الاجتماعي وعلى التنسيقيات الإعلامية، هدف الإشارة إلى المنطقة العربية، ساهم كثير في رفض الوعي العربي. لم تصل الثورات والاحتجاجات العربية إلى مبتغاها، ولكن الإعلام كان جزءا من هذا الحراك، من هذه الاحتجاجات التي لم يتنبأ بها أي مثقف عربي على الإطلاق. إذن دور الإعلام دور حاسم، ولكن السؤال حول كيف يؤكد الإعلام على مسؤولياته الاجتماعية والإنسانية في زمن تحول فيه، كما قال صديقي وزميلي، نحن في مجتمع ما بعد استهلاكي، في زمن تسليع صحيح. جاك أتل يتحدث عن السوق الديمقراطية اليوم الإعلامية، السوق الديمقراطية، نتحدث عن الشركات المالية والأشخاص، نموذج إيلون ماسك وسيطرته على تويتر كيف حولها إلى شركة تجارية وإلى توتاليتارية إعلامية جديدة. بالعودة إلى العالم العربي، شهد العالم العربي نهضة إعلامية منذ 2000 مع الفضائيات العربية على نطاق واسع، تطورت مع الإعلام العربي الذي أصبح يغطي الانتخابات في أوروبا وفي أمريكا على قدم المساواة مع الإعلام الغربي، يطرح قضايا تهم الاجتماع العربي، يطرح قضايا في العلوم الاجتماعية والإنسانية، ولكن هناك دائما النسق السياسي، هناك العلاقة ما بين الإعلام والنسق السياسي. النسق السياسي في العالم العربي مربك معقد طائفيا مذهبيا، يحتاج إلى دراسات سوسيولوجية وأنثروبولوجية. الإعلام العربي لا يستطيع أن يرفض كل هذه التحولات في الشارع العربي بغياب المجتمع المدني العربي الذي هو القوة المساعدة التي تساعد الإعلام أن يلعب هذا الدور الحاسم، ولكن دور الإعلام عامل مساعد وليس هو الدور التغييري، وهذا نقطة الإشكالية في فهم دور الإعلام في المرحلة المقبلة. في ضوء هذا التعقيد السياسي الذي تحدثت عنه الدكتور يقظان، من الطبيعي أن نبحث عن الأولويات التي على أساسها تتخذها وسائل الإعلام العربية، على أي أساس تضع أولوياتها في التعامل مع الأحداث والقضايا الراهنة. نبحث هذا المحور بعد وقفة قصيرة.
برنامج مع الناس يبث قضايا سياسية واجتماعية مختلفة. معاناتنا ليس لها حل، ما لها مثيل أبد بكل العراق. نازل نازل نازل. خرجنا مطالبين بإزالة هذه المنظومة السياسية من جذورها، من المدرسة للشغل، من الشغل للمدرسة، وما نقدر، حالتنا تعبانة. نعيش مع الناس لنكشف ما يواجههم من مشاكل يومية. خذوهم وما ندريها صار لهم 4 سنين، ما ندريهم حيين طيبين. نوصل صوتهم إلى الرأي العام داخل العراق وخارجه. مع الناس تشاهدونه على قناة الرافدين في الأوقات التالية. أسعدكم الله، هذه عودة لاستئناف الحديث عن الإعلام وواقعه من حيث وظائفه والأسس التي يحتكم إليها في تطرقه إلى الأحداث والقضايا. سريعا للاستوديو، أمسك طرف الخيط الذي بدأ به الدكتور يقظان في بيروت عندما تحدث عن مسؤولية الإعلام الاجتماعية وعن تأثيراته على الساحة العربية. أسألك عن المنحى الذي يؤثر فيه الإعلام العربي فيما يتعلق بالمتلقي العربي. يعني هو بلا شك لابد أن نتحدث بكل صراحة أن هناك تحديات للإعلام العربي، لأن الإعلام أصلا لا ينمو ولا يزدهر إلا في إطار الحريات حينما تطلق الحريات. فنحن مؤشر الحريات لدى بلدنا العربية بعد انتكاسة الربيع العربي، للأسف الشديد هناك تضييق على الحريات العامة والحريات الصحفية. نجد في مصر مثلا مؤشر الحريات الصحفية لمصر بلغ مؤشر 168 مؤشرها حسب منظمة مراسلون بلا حدود. هناك من يعتبر الآن أن الصحافة جريمة، وهناك زملاء صحفيين رهن الاعتقال والسجن نتيجة للتعبير عن آرائهم. فللأسف الشديد الحريات الصحفية تكاد تكون منعدمة. أيضا وقوع الإعلام العربي في النعرات الطائفية والنزعات والانقسامات الداخلية، وأيضا هناك الإعلام التقليدي الحكومي أصبح رهن الترويج للسلطة، أبواق من أبواق السلطة الآن. لكن هل تتفق مع دكتور يقظان عندما تحدث عن أن الانتفاضة العربية التي شاهدناها في عدد من الدول العربية مدينة بالفضل للإعلام؟ نعم، مدينة للفضل، لأن الإعلام جزء من السياسة وجزء من تحريك وتشكيل الوعي ونقل الصورة الحقيقية. لكن ما نعانيه الآن بعد انتكاسة الربيع العربي أن الأمر أصبح عكسيا، أصبح الإعلام الحكومي أداة للزيف والبهتان وتشكيل ومحاولة تزييف الواقع. هذا أمر جد خطير، لأن الإعلام يتأثر بالوضع السياسي والحريات السياسية الموجودة في بلادنا العربية. لكن في المقابل أن الإعلام الجديد أصبح ينافس بقوة في بلادنا العربية الإعلام التقليدي من إذاعة وتلفزيون وصحف. أصبح السوشيال ميديا الآن أداة قوة وتغيير، والربيع العربي يمكن انطلق من السوشيال ميديا، من صفحات الفيسبوك ووسائل التواصل المجتمعي. نعم، كان له دور فعال، لكن هناك غلبة أيضا. أنا لا أستطيع أن أغفل دور الدراما التي تنفق عليها الحكومات في تشكيل الوعي. يعني الدراما العربية أو الدراما والمسلسلات تشكل جزءا كبيرا من وعي المهمشين وغير المثقفين أو الأميين، وهؤلاء في بلادنا العربية كتلة كبيرة. ولذلك يجب أن ننظر إلى الإعلام ليس أخبارا فقط وليس برامج فقط، ولا بد أن يدخل رجال الأعمال والمؤسسات الصحفية والإعلامية في صناعة
الدراما وصناعة الوعي، ولابد من إيمان أيضا بالتخصصية في هذا الإعلام. طيب دكتور يقظان، في الأزمات العربية وهي للأسف كثيرة، نشاهد أن الإعلام العربي ينقسم على أساس سياسي، ومن ثم نتيجة لذلك نشاهد انتقائية خبرية في التعاطي مع الأحداث والقضايا. هذه الانتقائية شاهدناها في التعاطي الإعلامي العربي مع الأزمة المغربية الجزائرية، شاهدناها نسبيا في الموقف من المتمردين الحوثيين على الشرعية اليمنية. أسألك عن المنطق الذي يستند إليه الإعلام العربي في تعاطيه مع الأحداث والقضايا ذات الصلة والشأن. صحيح أستاذ، للأسف يتعرض الإعلام العربي بعد ثورة الفضائيات العربية بالعام 2000 وبعد هذه الانطلاقة الهائلة، يتعرض إلى نكسة إعلامية لجهات الحيادية ولجهات المركزية الإعلامية، ونواجه هذا الضعف نتيجة الانقسامات العربية. يعني نتحدث اليوم عن إعلام قطري، نتحدث عن إعلام إماراتي، نتحدث عن إعلام سعودي، في حين أن الإعلام كعامل مستقل قطع خطوات مهمة. صحيح قناة الجزيرة قناة دولة قطر، ولكنها مثلت الإعلام في نهوضه العام الشامل، قناة العربية الحدث، القنوات الإماراتية، قنوات أبو ظبي. للأسف السياسات الإقليمية والتنافسية، يعني تتحدث اليوم عن قناة الجزيرة السعودية في مقابل قناة الجزيرة القطرية، تتحدث عن قنوات تنافسية، في حين أن كان المطلوب هو التكامل العربي، هو إرساء فلسفة التكامل العربي الذي بدأ به مجلس التعاون الخليجي مجسور مع المغرب العربي، لأنه حاجة المشرق العربي إلى حاجة إلى المغرب العربي، حاجة اقتصادية وتجارية وديموغرافية، وحاجة أيضا ثقافية، حاجة فلسفية. لا يوجد فلاسفة في المشرق العربي اليوم، كل الثقافة والفلسفة اليوم في المغرب العربي. ولكن دعني أعود إلى ما ذكره زميلي، أريد أن أضيف مسألة مهمة صديقي، مطمئنة ولكن بالنهاية تجعل الأمور خارج السيطرة. الإعلام اليوم دخل عليه العنصر الفردي، صحيح كانت مرجعية المركزية الكبرى في الإعلام، في شركات الإعلام الكبرى، في الحكومات الإعلام الرسمي، لكن اليوم تتحرر المعلومة، أصبح المواطن يملك وسائل تعبيره الخاصة، صارت هذه الوسائل لمن يستخدمها، والفرد دخل على هذه الوسائل بإمكانه نشر المعلومة كما يريد. إذا أصبحنا أمام مرجعيات فرعية إضافة إلى المرجعيات المركزية، تحول الإعلام إلى سلاح حتى بيد الفرد بأيدي كل الناس، ويمكن استخدامه في أماكن مختلفة، وهذا ما يجعل مسألة الإعلام خارج السيطرة. بالعودة إلى الإعلام العربي والعلاقة مع الجزائر والمغرب، لنتفق على أمر، الإعلام وظيفة الإعلام أن يكون هذا المتغير المستقل، لا نستطيع أن نتحدث عن الإعلام خارج السياقات السياسية، الإعلام العربي مثل الإعلام الغربي، ولكن دور الإعلام أن يبقي على هامش المستقل، أن يبقي على خصوصياته وتمايزاته. إذا فقد الإعلام العربي خصوصياته وتمايزاته والتحق بالنسق السياسي كليا، معناته فقد الإعلام جزء كبير من دوره. وظيفة الإعلام نحددها بمسألتين: آلة القياس لعمل الإعلام، لوظيفة الإعلام، تأكيد على مسؤوليته الاجتماعية، رفض الحض على العنف والكراهية، الديمقراطية وحقوق الإنسان. آلة القياس للعمل الإعلامي هي في هذه المربع، إذا عدم التحريض على العنف، الحض على التكامل والوحدة العربية والتطور العربي، الديمقراطية وحقوق الإنسان. خارج هذه الأقانيم لا دور للإعلام العربي. نعم. ساهم الإعلام العربي في نهوض الوعي، في تراكم الوعي، برز ذلك في الثورات والاحتجاجات العربية، ويبرز دوما هذه، ولكن للأسف الإعلام بالنهاية منتج مادي. نعم. بدون مادة لا ثقافة، وبدون مادة لا إعلام. هذه إحدى مشاكل الإعلام الكبرى الغربية، لكن قضية الأولويات، شركات المال الغربية. لكن قضية الأولويات دكتور يقظان، قضية الأولويات في التعاطي مع الأحداث والقضايا من جانب وسائل الإعلام العربية قضية مهمة، وهنا أريد أن أسأل السيد خالد عن هذا الموضوع. في درج
وسلم الأولويات فيما يتعلق بالقضايا والأحداث سواء كانت الطارئة أو المستمرة. مثلا قضية التظاهرات في إيران كان هناك تباين واضح يعني بين وسائل الإعلام في التعاطي مع هذه القضية. قضية تغير المناخ وأسبابه ليس هناك إدراك كافي من قبل المشاهد العربي حيال هذه القضايا الكبيرة التي تمسه بشكل مباشر في النهاية. هل ثمة أسس موحدة أو شبه موحدة للإعلام العربي في تعاطيه مع هذه القضايا؟ لابد أن تكون هناك أسس أو هامش من الأسس لكي ينطلق الإعلام العربي. قضية الفلسطينية مثلا عليها إجماع كبير من الأمة العربية، لابد أن ننطلق من كما قال الدكتور من بعض الأسس المهمة جدا، منها دحض العنصرية والتفرقة، حقوق الإنسان والديمقراطية. القضية الفلسطينية قضية محورية مركزية للأمة العربية، يجب أن ننطلق منها. أيضا الطائفية وإيران التي تهيمن على بعض بلادنا العربية ونشر الفتنة أو التشيع والطائفية، ولابد من معالجة الأمر هذا معالجة يعني معتدلة وموضوعية أيضا، لا يعني لا يكون هناك بالمعنى الاصطلاحي العامي أفورة في أو مغالاة، لابد يبقى في موضوعية في المعالجة، وأيضا فرض أجندة الاهتمام للمواطن العربي لا تسطيح يعني للأمور، الأمور التسطيحية التي تنتشر في الإعلام الترفيه وسذاجة والاهتمام بالأمور المكياج مثلا للمرأة وغيرها وأدوات الطبخ. نعم هذا أمر يعني يحتل جزء من اهتمامات الجمهور، لكن يجب أن يحتل هناك معالي الأمور التي يجب أن تشكل لدى الوسائل الإعلامية التي ينفق عليها الملايين. لابد يعني ما المنطق الذي يحكم وسائل الإعلام في التعامل مع هذه القضايا؟ هل ثمة منطق واضح ومحدد برأيك؟ منطق المشاهدة أحيانا، منطق المشاهدة أن لديه جمهور كبير يشاهد أمور الطبخ، على منطق السينما المصري الجمهور يريد هكذا يعني؟ نعم يعني على إحصائيات اليوتيوب مثلا، آخر إحصائيات اليوتيوب أعلى معدل للمشاهدة موضوعات الطبخ وكرتون الأطفال. السيد خالد أنت تتحدث عن قضية مهمة الآن، يعني صار المتلقي هو الذي يؤثر بالإعلام بدلا من أن يكون العكس. ما هذا جزء من متطلبات الجمهور، والإعلانات أيضا تحكم، يعني لابد أن نعترف أن الإعلانات هي جزء من تمويل. لكن كم وسيلة إعلامية عندنا نحن تقوم على الإعلانات؟ يعني أنت تعرف أن هناك تمويلا خفيا أو تمويلا حكوميا أو رأس مال مشروط لا يكترث كثيرا للإعلام. لا كثير من وسائل الإعلام حقيقة الكبرى تقوم على الإعلانات، يعني مؤسسة الإهرام لدينا في مصر تقوم وتربح من خلال الإعلان. نعم. التلفزيون المصري، الشركات الخاصة، وفي لبنان بعد قناة فضائية أيضا. وفي لبنان لأن الجمهور كبير والشركات والاستهلاك، يعني البرامج والمنتجات الاستهلاكية تجد حيزا كبيرا من الإعلانات. لكن لا يمكن تعميم الحالة العربية بجملتها على وسائل الإعلام في مصر ولبنان. هنا أريد لو أذنت لي أن أنتقل مرة أخرى إلى بيروت. دكتور يقظان، ينقسم الإعلام العربي في تطرقه مع القضايا في الموقف من إيران، ينقسم في الموقف من أمريكا، ينقسم في تحديد مصالح العرب الجماعية ككتلة جغرافية وديمغرافية كبيرة وهائلة، العرب أتحدث عنهم، يعني حتى أن لا يكادون يلتقون حول قضايا مشتركة. هذا الواقع كيف برأيك ينعكس على وعي الإنسان المتلقي العربي في تصوراته للكون، للحياة، للأحداث الكبيرة التي تمس أمنه ومستقبله؟ نعم أستاذنا، هذا جزء من المشكلة طرحنا في البداية المثلث. الإعلام يجب أن يكون خارج الدائرة. للأسف الإعلام العربي تحول إلى جزء من النسق السياسي داخل النسق السياسي، وجزء من النسق الاقتصادي والمالي، وهو أصبح جزء أساسي، في حين أن دوره أن يلعب هذا الدور المتغير المستقل وأن يساهم كعامل مساعد في التغييرات وفي معالجة قضايا. أريد أن أشير إلى مسألة حساسة طرحها دكتور خالد. ما عدا بالإمكان التمييز بين إعلام محلي وإعلام دولي، هذا عامل إيجابي، يجب أن لا نجلد أنفسنا كثيرا في الموضوع.
كل القضايا عابرة للحلول، العلاقات الدولية إلى تشابك، قضايا البيئة، المناخ، حقوق الإنسان، المرأة، يعني قضايا مثل المثلية الجنسية، قضايا الحريات، قضايا الحريات، الحرية لا تتجزأ. للأسف يعني الإعلام العربي يأخذ الأمور بطريقة انتقائية بتقسيمات انتقائية. قضية حرية المرأة قضية واحدة، سواء كانت في مصر أو في السعودية أو في إيران. التعامل مع موضوع المرأة والحجاب، يبدو إيران بصدد الشرطة، بصدد عام على مقتل مهسا أميني، بصدد تشدد في موجة الاحتجاجات. ثورة 2030، رؤية 2030 هي ثورة في حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية، ذهبنا إلى كأس العالم وكرة القدم ومواضيع أخرى في حين الحاجة مطلوبة إلى المساعدة في التكامل العربي وفي التنمية العربية لوقف هذه النزاعات والحروب. الأموال التي تنفق على الرياضة يا صديقي تكفي لإطعام شعب السودان وشعب مصر وحل أزمات لبنان واليمن وغيرها من القضايا. إذن العرب أمام مسألة للأسف عودة إلى مرحلة الاستبداد أيام عبد الرحمن كواكبي، إما الخبز أو الحرية، في حين المطلوب هو تعزيز الديمقراطية وتعزيز مصادر الحريات. ولكن دعني أوضح أمرا لك وللدكتور خالد، المسألة غريبة بعض الشيء. العالم العربي يحتاج إلى نقد، يحتاج إلى نقد، يعني يحتاج إلى ثقافة. جوهر الإعلام هو الثقافة. الصورة فيها شيء غريب، تبدأ من فوق. يا صديقي رجال السياسة الكبار لا يقرؤون. للأسف كانت الأمور متغيرة جدا، كان هناك قادة تاريخيين. الأمر أيضا انسحب على السياسيين، أيضا لا يقرؤون. يعني السياسة هي جن، الصحافة هي جن، لقد فقدنا هذه الموهبة وللأسف نكاد يعني الآن اليوم في يومنا حتى كثير من الصحفيين والإعلاميين لا يقرؤون بالكاد، لا تجد صحفيا في عام يقرأ كتابا واحدا، هذه أيضا من مظاهر الأزمة. لا تجد صحفيا في مقهى يمسك جريدة أو يمسك مجلة. يا صديقي هل تتابع ما يكتب عن ديمقراطية في إسرائيل وأفول الديمقراطية؟ هل تكتب عشرات مئات المقالات عما يجري في إسرائيل وكأن إسرائيل دولة ديمقراطية وهي دولة محتلة لأرض ولشعب فلسطين وتمارس جرائم يوميا؟ آلاف المقالات تقرأ في كبرى الصحف الغربية عن الديمقراطية في إسرائيل. هذه مسألة غاية في الأهمية، خاصة حين يمارس الإعلام الغربي أساليب واتجاهات جديدة في الإعلام، من مثل التضخيم، المبالغة، صيد القضايا للإيهام أن إسرائيل دولة ديمقراطية. يا صديقي محظوظين شعراء المنطقة مرحلة الستينات، كبار الفلاسفة، الأدباء في مصر، في لبنان، وجدوا من يقرأهم. الآن لا تجد من يقرأ كتابا للأسف في بيروت أو في القاهرة. إذا ما العمل؟ العودة إلى مسألة أساسية تعنى بها وسائل الإعلام، وهي مسألة تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان، لا تعريف خارج إطار عمل الإعلام، بعيدا عن الأنظمة السياسية المستمرة. ما الحل؟ بالإصلاح. هذا الحل سنبحثه هو الدكتور يقظان، الحل هذا سيكون حديثنا في المحور الأخير من هذه الحلقة لو أذنت لي بعد فاصل قصير. سواء أراد الإعلام أن يكون مؤثرا أم لم يرد، فهو في المحصلة مؤثر بالتبعية. نريد أن نبحث الأسباب التي تحول دون تأثير الإعلام العربي تأثيرا إيجابيا متعلقا بحقيقة وظيفته التي أوجد من أجلها بعد فاصل أخير. بلا جدران تقيهم حر الصيف وبرد الشتاء، أخرجوا من ديارهم، غائبون لا صوت لهم. بلدهم يطفو على بحر من النفط، تصارع أكفهم قسوة الحياة. هدموا كل ما هو جميل وأساءوا لحاضرة الدنيا حتى استغاث منهم تراب الرافدين. لكن أحفاد ثورة العشرين سيكسرون القيدة ويبذلون المهجة ويعيدون الحياة. لن تكتم الأفواه ولن تحبس الألسن، فنحن صوتكم.
أهلا بكم إلى الجزء الأخير من هذه الحلقة الذي نبحث فيه الإعلام العربي والقضايا الراهنة. سيد خالد، نحن لا نعيش في عالم مثالي وردي، العالم مزدحم بالصراعات، مزدحم بالمنافسة، بشهوة السيطرة من قبل الأمم والدول والحضارات. ربما يكون العرب في حكم ظروفهم وحالة استضعافهم من أحوج الأمم إلى إعلام ناضج يعي دوره في تعميق الوعي العربي بالحفاظ على الهوية وبمكانة العرب المستقبلية، لكن هذا غير متحقق الآن. ما الأسباب؟ الأسباب بلا شك أن العاملين في وسائل الإعلام لا يؤثرون كثيرا، لأنهم يفقدون للثقافة كما قال الدكتور يقظان. الموهبة في الإعلام قلت وتراجعت، وده حل معظم الأعمال أو الوظائف في بلادنا العربية. العشوائية وعدم التخطيط وعدم التخصصية أيضا. الأصل في الإعلام الموهبة، ونحن نفتقد الموهبة في كثير من ثقافتنا ومنابرنا الثقافية. لابد لكل المؤسسات الإعلامية أن تقدم كل يعني عام أو كل فصل أو كل حين مواهب جديدة، سواء في التقديم التلفزيوني، سواء في البرامج أو في الدراما أو حتى الغناء والأصوات والشعراء، لابد من تقديمهم. يعني لك أن تتصور أن العقاد كان صاحب عمود يومي في الأخبار، ومصطفى أمين كان يتلهف الناس على مقاله، وغيره من التبعي وغيرهم من وهيكل الذي شكل وعيا في الستينات، ربما تختلف أو تتفق معه، لكنه شكل وعي للمصريين. أنور عكاشة الذي كتب مسلسلات متعددة، هؤلاء طه حسين، أسامة أنور عكاشة، نعم، قمم صحفية وإعلامية شكلت الوعي. نحن نريد أن نثري الحياة الثقافية إلا أن ندعم هؤلاء. لكن هل المطلوب تظهير وإبراز مواهب لمجرد أن تؤثر، أم ثمة مسار محدد ينبغي أن تخلق هذه المواهب فيه حتى تحدث أثرا ما؟ أولا إعداد هذه المواهب، ولابد لكليات الإعلام أن تعتمد على الموهبة في قبول، يكون هناك قبول للهيئة واختبار قبل دخول الكلية، لأنها كلية مؤثرة، لا يعني لا نفرق بينها وبين كليات القمة، هي كلية قمة. أيضا لابد من افتتاح المجال لهذه المواهب، لا نعتمد على الشلالية مثلا في كوادرنا الإعلامية أو وسائلنا الإعلامية. أيضا لابد من أن يتقدم رجال الأعمال والشركات والمؤسسات والحكومات بالإنفاق على الإعلام، لأنه سلاح مهم جدا للحفاظ على هوية الأمة. كما قلت، الإعلام الغربي إذا كان يروج لبعض الثقافات ويروج لإسرائيل، هذا من تقصرنا أن يروج لإسرائيل أنها بلاد الديمقراطية، لكن واقعنا إحنا العربي متردي جدا. إذا كنا نحبس الصحفيين ونقتل الصحافة والإعلام، وتتغنى إسرائيل بالديمقراطية وفيها مظاهرات، هنا ممنوع المظاهرات أن تعبر، التعبير عن الرأي وبناء الحريات مهم جدا في بلادنا العربية. كيف نستعيد الحريات؟ كيف نستعيد التعبير عن الرأي؟ يعبر الشاب عن رأيه بكل حرية. أيضا لابد من تنمية قدرات الطلاب، أن تصير هناك مادة في الدراسة وفي المؤسسات التعليمية خاصة بالإعلام والتربية الإعلامية والصحافة. جماعات الصحافة التي اندثرت كانت موجودة في المدارس وفي الكليات، لابد أن تنمى وأن تدعم. كل هذه قضايا العمل الإعلامي والعمل الصحفي. طرح دكتور يقظان، السيد خالد في الاستوديو طرح أفكارا مهمة، لكن ربما يكون لها مسارها السياسي الذي ربما يحتاج إلى كفاح سياسي، إذا صح التعبير، حتى انتزاع هذه الحريات. لكن في مسار آخر، في ضوء الواقع الراهن،
ربما ما ينجي العرب من هذا الانقسام أو تمزق الوعي لدى المتلقي العربي بين اختلاف أولويات وسائل الإعلام في الموقف، كما تحدثنا في قضية الموقف من إيران، في الموقف من المتمردين الحوثيين، ربما الأمر متعلق بميثاق عمل عربي مشترك ينظم العمل الإعلامي العربي. ما الذي يمنع من إنجاز مثل هذا الميثاق؟ طيب، يبدو أن السكايب ليس معنا. أطرح هذا السؤال عليك، ما الذي يمنع من إنضاج أو إنجاز ميثاق عمل إعلامي عربي مشترك ينجي هذا المتلقي العربي من حالة التمزق في الوعي؟ طبعاً لابد من إنجاز هذا الهامش. ما الذي يمنع هذا الإنجاز؟ يعني هو طبعاً الخلافات السياسية وخلافات الرؤى، ولكن القواسم المشتركة بيننا كثيرة. يعني القواسم المشتركة في الحفاظ على اللغة العربية وهوية الأمة، هذا أمر لا يختلف عليه اثنان. الحفاظ على مقدسات المسلمين، هذا أمر لا يختلف عليه اثنان. أيضا حتى أمور الترفيه لابد أن تتكسر الحدود، وفي نقل المباريات مثلا ونقل الفعاليات الثقافية وغيرها بين بلادنا العربية، أن نجعل الميثاق الوحدة العربية والتعاون العربي على رأس الأولويات. الدفاع عن فلسطين هذا أمر مهم جدا في أولويات الميثاق العمل المهني والإعلامي. نبذ الطائفية هذا أمر مهم جدا، نبذ الفرقة، نبذ الطائفية المقيتة التي تفرق الأمة. لابد من أن تكون الأمة العربية لحمة واحدة أمام أي عدوان. لابد أيضا من الحفاظ على هويتنا كما قلت، هامش واحد للعربية. لكن هذا الكلام يطرح منذ أكثر من 50 أو 60 عاما على وسائل الإعلام، لم يتحقق. الإرادة السياسية غير موجودة، نحن للأسف يحكمنا الهوى. طيب، بعيدا عن الإرادة السياسية، الإعلام ماذا يمكن أن يقدم في هذا الخصوص؟ يقدم كثير. يعني رأينا قناة الجزيرة حقيقة حركت المياه الراكدة وطرحت أفكارا وحطمت الحواجز وتعدت خطوط حمراء يجب أن تتعدى في الحفاظ على الخط لدينا من الوحدة العربية. يعني يجب أن ننهي على حالة الانقسام في أمتنا العربية، نرسخ التوافق والمشاركة في بناء الأمة العربية، نرسخ التعاون الثقافي على أقل الأحوال، أن تكون هناك فعاليات ثقافية مشتركة. الإعلام أداة لإصلاح ذات البين وليس للفرقة والإثارة، وهذا ما يجب. يعني في مفهوم أيضا سلبي أن الإثارة في الموضوعات الصحفية والإعلامية هي التي تجذب الجمهور. الجمهور يعني يهمه في المقام الأول الموضوعية، نعلمه الموضوعية في التناول والعدالة في. لكن كان يلقى بعدم وجود هذا اللون من الصحافة، كان يلقى باللوم دائما على أن الدولة تضع يدها على وسائل الإعلام، لكن عندما شرعت الأبواب أمام الإعلام الخاص، وسائل الإعلام الخاصة، لم يتغير الأمر كثيرا. أسألك، هل السبب مرد ذلك إلى ذهنية عربية ترفض الاستقلالية وتجافي الموضوعية، أم الأمر مشكلة تمويل، أم الأمر عدم وجود أطقم إعلامية مدربة ذات حس صحفي موضوعي مستقل؟ والله هي أمور مشتركة. أولا لابد من حس إعلامي ومهني وتنمية القدرات المواطنين كيف يتعامل مع المواقع التواصل الاجتماعي وكيف نستفيد منها الاستفادة الكاملة، وهو ما أسميه التربية الإعلامية. التربية الإعلامية مهمة جدا. نعم. لدى المواطن العربي. أيضا نحن تربينا في موروث الخوف أستاذ جهاد، موروث الخوف ما زال يحكمنا. نعم. الخوف من داخلنا، لابد من هدم الحواجز والتفاعل مع قضايا الأمة الراهنة. نعم، أشكرك، يعني أدركنا الوقت، أشكرك شكرا جزيلا. ختاما مشاهدي الكرام، أشكر ضيفي الكريم في الاستوديو الأستاذ خالد الشريف، الكاتب الصحفي والمستشار الإعلامي، والشكر موصول للدكتور يقظان التقي الأستاذ الجامعي في الإعلام والعلوم السياسية، وشاركنا عبر خدمة سكايب من بيروت، والشكر موصول لحضراتكم على كرم المتابعة. في حراسة الله.